في بعض الملاعب بتبقى فيه شاشة تلفزيونية كبيرة موجودة، وبيسمح باللقطات أو بيسمح بالمباراة إنها تبث في اللوحة. الشرط الوحيد إنه ما يتمش يعني أي إعادات، لأن الإعادات هنا من الممكن أن يكون فيها توضيح لمخالفة حصلت والحكم مثلا ما احتسبهاش، وده ممكن يثير الجماهير ضد الحكم. بالتالي ممنوع إذا تواجد شاشة وحصل فيها إعادة، يجب على حكم المباراة أنه يوقف تماما إعادة البث، أو البث بالكامل من حق الحكم أنه هو يوقف البث ده أثناء سلم المباراة.